السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم كعادتي أسبوعية أفحص سيارتي فحص شامل، الإطارات، البطارية، الزيوت، أتأكد من كل شيء، حتى الليتات الأمامية والخلفية بشيء عادي بشكل أسبوعي. سيارتي متوسطة العمر، خذ لي 5 سنوات 6 سنوات، أشيكها بشكل أسبوعي. سيارتي قديمة أقدم من ذلك، أفحصها بشكل يومي. سيارتي جديدة على الأقل شهري، فالواحد لازم يفحص سيارته سواء سائق أو سائقة. التأكد ما تعرف توديها حق المصلح وتقول له أفحص سيارة كل شيء أوكي، ليتات، البطارية، إلى آخر تاير سبير، فتأكد منه. فأثناء ذلك أثناء الفحص اتضح عندي يعني أموري كلها الحمد لله فضل الله طيبة، ما عدا الليديتر كان في ليك. ف يعني خفت تفاقم علي المشكلة وتعطل في الشارع، رحت وديته حق المصلح وقال لي بدل ما كل مرة تعدل فيها وتصلح فيه الليديتر بدله بالكامل، فبيكلفك مبلغ وقدره، ولله الحمد بدلت اللاديتر واموري طيبه. فكل اللي اتمناه انكم تشيكون سياراتكم علشان ما تتعطلون في الشارع، سواء سياره قديمه او جديده، تشيك كل شيء، ما بياخذ من وقتك اقل من 10 دقائق. تشيك الليتات، وديه حق المصلح، الجراج، ولدك يشيك الليتات معاك، يدوس بريك، يشغل الليتات، زوجتك، بنتك يشيكون او بنتك تشيك هذلين، وامور سهله. اتمنى لكم السلامه وعدم التعطل، والله يوفقكم. وارسال هذه الفيديو الى كل من يهمكم امره علشان يتجنب هالمشاكل اللي قد تحصل لك في اثناء القياده. تحياتي لكم، عبد الخالق الخواجه، وشكرا لكم.